الإخوان السلام عليكم. كما القاعدة روشي مباركة معكم. أنا يالي بفتان وأنا غادي كما العادة غادي فتان. قال لي الناس أشوف شي طوموبيلة. قال لي يا خويا الطوموبيلة في العدد وخصك ليها الباركينغ وخصك هذا السيكل ساعة ونص من هذا ولا معك الناتج ديال الكاميوات اللي غادي ليها شادين السربي شي حابسين بتاعكم دي كاين غير وان لاين دي يعني واحد اخرى نباركين فيها الكاميرا باش يمشيو عندك ماري لبان بلي ايوا بلي ايوا هادشي اللي كاين الواقع بلي ايوا علاش الله ما مشي في التران ما كاين لا سيركيلاسيون لا والو ما كاين لا باركينغ لا والو انا واحد جاوب الجمله لكم الاسئله ديالكم وعلى واش قال لهم قال لي واحد جير مانشستر مع ليفربول مانشستر مع ليفربول داروا جوج جوج هذا شو هذا هي هي شوف الملكة مسكينة مشات شفت واحد السبيطار غير من فيرشلي في التليفون مريضة عيانة مشاش ليهم في التلفزيون حلت ليهم السبيطار ما علينا شنو ندير هادشي تنقولو لي حنا المغاربة قالك قالك واحد تا مبسوطة ولدي خويا حنا بقينا نضربو على تا حنا قالك زعما كاين هنا فين بعض المرات تنبغي نانجيج مع الجمهور ديالي فهمتي تنعملو شي غلط في الكرامة ولا في النحو ولا شي غير باش نتوما تصحوني فهمتي بدعاني باش نبقى ديما على اتصال إلا أنا مية باقي من العشرة أنا باش ندخل نقولها بالزولة ولا بزازل نقولها ونعرف كيفاش نكتبها ولكن ما عنديش الوقت لان ما عنديش قسم التحرير لان بغيت نحرك راي بيديا فهمتي فلهذا ما تصدعنيش الله يرحم باك انا غادي مسافر ولا حرج على المسافرين كما كيقول الناس ما نتكلموش على هذا الشيء اللي واقع غادي نتكلموا على هذيك اسمها هذيك الدوله اكادير هذاك الوادي تاع التقرير ماشي هذاك الوادي عامل خرا عامل الزبل عامل البلوات ايوا الناس ديال السرف الالمانيه ولا شي تكلم قلت لهم نجمعوا ولكن راه عينا والا واش حنا هي تخلص الضريبه ديالها هكا مدرسه ديال السيرف ولا شي ولكن السلطه المحليه ما قايمينش بالشغل ديالهم لان مغربيه ولا شلوح ملي ماشي شلوح شلوح هذا ملي شلوح جاي من صحاب عرفوش اش ديال المناصب ماشي اخر حاجه غادي يخدموا لها هو الزبل في الواد ما تعرفوش هما ملي تصب الشتا كاع داك الزبل يهول يهول البحر تدخل الحوت وتدخل كل شيء ما حنا ما عندنا حوت الحوت الاخر باع وخلع عليه فهمتي باع الكونتر على اسمو الصفقه الاوروبيه ب 40 مليون 40 مليون باع لهم البحر كله كنا عطاها لي كل شيء نام عنده ولكن هادشي اللي تشوف هذا قال لك اسمو الدكتور طازي الدكتور طازي دار مع اخلوش مع بنتو فهمتي قالك بنتو اللي قرات ليه ولا شي مع باها شي انا قلت لك المخزن داخل هاد القضيه هادي لان المخزن ما شي واحد يبان عليهم لي خصو بنتو هذا ولا تقلو لك لي علاش انت تكون شي مره حال شي قهوه مزيانه ماشي تيجي عليك المقدم تيقول لك راه حق القايد بغي يشوفك ما بقاش يشوف فيا مال خويا نسيبي تيجي عليك تقول كاين واحد السيد الله عمر هذا راه بغي يحط الفلوس في القهوه ديالك اي 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 الا قلت لي لا الغد اللي يجيو يديروا لك صحاب لي جيو يجيبوا العراقيل ماشي في المغرب ما كاينش كاين شي دير شي هذا خصك دابا دير شي بيع شي خصك دور شوف شي واحد ركيزه تصيفط ليه الانفلوب كل سيمانه قال لي واحد الناس سمعوك حتى انا ما نسمعكش فهمتي علاش ايوا هادشي اللي كاين فهمتي ما هذا غادي يبان لي هذاك اسمو الدري ديال التقدم التقدم هذاك زكريا المملي ايوا انا كنت نعرف بلي التقدم في الستينات كنت نمشي عند واحد الناس وقيلا مت الواليد كان عندها خو مراجي والدها تقول لها عمتي مراجي دخل هذاك الليل وقلت نمشي عندهم تما وتهلا وثاني احنا عارفين من حداش حدا الفران مشي الفران في توقف في الطوبيسات تما في التقدم حي التقدم وكاين ديك التهويله كاين برارك يعني في الستينات هذاك زكريا مومن كاع مازال تولد فهمتي ونعاود لك واحد ثاني في السبعينات ثاني واحد ولد التقدم تقول لي مصطفى قال وقيلا با هو مول الفران الفران في تقف الطوبيسات كان يوقف في الطوبيسات هذا كان جا عندنا واحد المره في الطوبيسات في الانجليز واحد مصطفى خربوش ناصر جا عندنا هذا غادي ندير ما ندير
غادي نقتل نمشي نقتل واحد صحابي هما ديما تيمشي لهاد الهضره قلنا يا سي تقسل الله يعاونك فين ما عليك ما الغد ليه ما شفناش تيبان لنا تيبان لنا بان شي واحد قتل واحد الباطله الباطله هذا هو واحد الكاي الكاي كان خدام على واحد تشيرمان نو التقدم في مدينة جديدة التقدم كانوا البرارك البرارك حيث تقدم ما ليش قال سيدي هذاك مني قال لهم بأن الملك إذا مشى فرنسا غادي يستدعيوه القاليس وهادشي أخي هادشي اللي هلا هضرت على سي مني لكن ما كيناش عرفتي هذاك ما على الملك ولا الرئيس تقول الشاب الشاب ديتا الشاب ديتا عنده اسمه immunity من اي سيستم واش انت تقول لي القاضي يستدعي الملك ما يقدرش هي الملك مع المحامين ديالو يقلبوا على الحفاره في قالوا ايوا هذه عليه هي عمرها ما تكون مازال نقول له كان شي رئيس تسنى تحيد من الرئاسه وتحكم عليه اما هذا الملك هذه الشيء اللي قلت السي المومي غلط ما تقولش لي هذا الملك يستدعيها ما عندهم يستدعي عرفتي راه شاف ديتا مدير مدير الملك ما يقدرش ومعفي يمين ما كاين لا محاكمه لا والو فرنسا تقول لي بغات كاين القانون الدولي هو هذاك ولدي وزعما كاين واحد الملك عنده كامل ديال الدم يشري به كاع العقل ديال باريس معليش هادشي غير من صحاب السي اسمك زكريا المولي هادشي اللي نقول لهم على الملك ما كيداش صراحة مابقاش تكلم لك الكلام لان تولي هومو في بريك مدي عرفتي شي واحد في كندا يقدر يدعي معاك مدي هذا اللي انا عسلك نشوف هذا الديتال ضد القانون ديال الهوموفيبيا هذا النص هنايا غنسمى لك طبعا الحموشي والمجيدي والعنصر تعلم هو هذا هو الموظفين الدولة ما عندهم لا 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 هذا خليك يبعثوا حفظ يشد فيك وتشد فيه ما عندهم شيء اللي كاين ما عندهم بغيكم تكونوا اليوتيوبرز مضاربين وعلياتهم لا داكشي داكشي المخزن اللي بغينا نخليكم سلوك تقعد ضاربين وعلياتكم مزيانه حتى انا دخلني معاكم مثلا الدار شحال هادي مضارب بغيت انا ندخل للدار قبل ملك سامي دو برازيل قلت يسبوه ما عادش يسبوه بلا ما يسبوه وخلعتيهم داك الموستاج سي سامي سامي دو برازيل ديال داك الموستاج بحال غرينغوش لا هو الناس تيسبوني وانا الاول نسبك انا خلعتي داك الموستاج دابا بحال شي واحد مجرم مجرم تحيا سي سامي سامي بقات في ديك المولا مولا ما عرفين عليك مولا ديك المولا عندها كاع سبقانا 12 ساعة وهي ما غاتصوم والو غاتصوم شي ساعة وصافي يودن عليها المغرب قالك حقا ما حقا ملك اسمو عليك السيدة الدكتورة اسمو الله يحفظها الدكتورة كوثر
كان عندك سازوكي ولا سازوكي تكلم على المخدر تكلم على واش لا ايوا واحد خرجت من عندنا عند واحد قال لا هذه تكلم على النووي النووي باش تكلم على النووي قال لا فرونك راك تكلم على النووي ودي لا دروك ودي ايوا لا تتكلم على هذا حبيبي ديال هذا تكلم لا ما خصكش تكلم على شي دكتور ايوا الدكتور ماشي بحال بحال هذيك الخدمة ديالنا بدا تكون دكتورة أو بدا تكون في التواصل الاجتماعي معاك نتايا ولا مع سوزوكي ولا سازوكي هذا لا هذا علاش تمشي تدعو ديال التحفة واش التحفة ولا أستاذ غادي يوبخ لا معليهاش هذا أنت الحيد الدكتور كوتر دير لي بغات على شي زفري أنت يعني فهمتي يا أخي نتايا من باريس ولا من مدريد ولا من جيب لي الفهمة خصني تعيش في الميريكان ما تعرفش شنو هو شوف شوف الله شوف الله شوف الله شنو هو اللي هذا اسمه لا الحق تقول لي بغات هذاك سوزوكي ولا سازوكي قالك تي معلمة ديالتي عمرة سيدي عمرة شي بالعيالات تبقى يتكلم معاهم وخليه هذيك سبيسياليتي حتى ناخذ دار فيه دار فيه هذاك اسمو ديك الدري ديال بيرلين الدري ديال بيرلين تيحلل لينا على كيفاش شدو الدكتور التازي كيفاش داروا لي وداروا لي ايوا كبرت على المعلومة هي هذاك مروان 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 والله ما عرف سميتو لوطري جا هو قال لك غادي يبدا يحلل يحلل جيب لنا شي ضيف جيب لنا شي ضيف نشدو فيه لا لا قريب قريب يسالي خاصني فهمي هذا انا غادي نقول لكم السلامه الحمد لله الى المحطه وغادي تشوفوا كان معكم انايا من هنايا الحين بعد الدراري تكتبوا لي اللي تسببوا لي شي نحييكم هنايا ونشوفكم مره اخرى انا ما غير قلت لكم بانني انايا قال لي واحد واش تصوموا ايوا هذاك السؤال عطيه الكراك واش نتا الكراك تصوموا لي فلهذا كان معكم انايا من هنايا بسلامه.